بن خليفة الثاني والثانية للمضمر سالم بن فاران المري. سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء، انطلق في هذه اللحظات الشوط الأول الرئيسي للزمول. بداية تهانينا لمالك الدوحة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد أو منصورة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني من فازت بالشوط الأول الرئيسي الماضي، والتهاني موصولة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الأعزاء، شوط جديد رئيسي آخر ومنافسات قوية في هذا الشوط المميز، وهذه الشعارات التي تنطلق وتندفع في أول انطلاقة للزمول من مسافة 6 كيلومترات في هذا العام وفي هذا الموسم. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول شاهين، تعود ملكية شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني المضمر حمد بن لزيوح المري، ويليه على المركز الثاني كيف، تعود ملكية كيف لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني المضمر فهد بن سالم بن مسعود. وننتقل إلى المركز الثالث ومن يحتل ثالث المراكز السعدي، تعود ملكية السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الرابع ومن يحتل رابع المراكز مصيحان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري، وعلى المركز الخامس ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود المضمر الثاقب سعد بن طالب بن شريم المري. هذا هو نداءنا الأول في هذا الشوط الأول متابعين رياضة الهجن العربية الأصيلة. وأعود أيها المتابعون الكرام إلى كيف اللي يحتل المركز الأول ويتقدم في هذا الشوط الأول شعار براق كما فعل براق وانطلق في الشوط الأول الرئيسي للجداع ينطلق أو للثنايا ينطلق كيف مشاهدين الأعزاء، وأيضا متكيف في أجواء هذا الشوط وفي أجواء الشحانية ومكيف على المركز الأول. أتمنى له التوفيق وأن يحقق ما حققه براق في أشواط الثنايا. وكيف يا أبو سالم، كيف مع انطلاقة مكيف في هذا الشوط الأول الرئيسي. إذن ما زال مكيف على المركز الأول لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني المضمر فهد بن سالم بن مسعود. ننتقل إلى المركز الثاني شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني حمد بن سعيد بن لزيوح في عملية التضمير، وعلى المركز الثالث هنا التقدم من مصيحان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مضمر علي بن حمد بن جرحب المري، ووصول من الوعب، الوعب يتسلل وأول نداء له في هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سالم بن فاران في التضمير، ولكن دخول من الجانب الآخر وتقدم ممتاز من المصير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ينتقل المصير إلى المركز الرابع بينما الوعب الآن على المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع والتضمير مع سالم بن فاران. هذا هو نداءنا ونعود إلى كيف، نعود إلى كيف، كيف اللي ينطلق على صدارة الشوط بهذا الشعار المميز شعار براق، وأيضا شعار العديد والعديد من الأسامي التي صالت وجالت على أرضيات الميادين. أتمنى التوفيق لكيف ولكل المشاركين في هذا الشوط.
عموما. وعلى كل حال نعود لنتعرف على الأمور وعلى بواطن الأمور مع المركز الثاني. هنا التسلل الخطير والملموس بالبصير والشعار منصورة من انتزعت أول أشواط هذا اليوم. الله يا البصير، يا سلام البصير. البصير ينطلق في ثاني المراكز انطلاق ممتاز للغاية وينفرد بثاني المراكز في هذه اللحظات بهذا الشعار العنابي المميز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان الوهيبي في التضمير. سلطان بن محمد الوهيبي أحد العمالقة في عملية التضمير، أحد الشباب المميزين في عملية التضمير. أتمنى لهذا الشعار ولكل هذه الشعارات التوفيق. المركز الثالث، هنا التقدم من شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن، ولكن ينخطف ثالث المراكز من الوعب. الوعب 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 يتقدم متابعينا الكرام وينتزع المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع المضمر سالم بن فاران، بينما المركز الخام عموما المركز الرابع شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني. أو هنا تسلل ودخول من مصيحان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن جرحب في التضمير. هذا هو ندانا، وأيضا أشوف السعدي يتقدم ليختطف المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر التضمير مع محمد بن خالد العطية. هذا هو ندانا، وأيضا ضرغام قادم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود المضمر سعد بن طالب بن شريب. ولكن كيف، ولكن كيف على صدارة الشوط، كيف كيف كيف، وهل الريان في هذا الشوط يتابعون كيف ويشجعون ويشجعون كيف مشاهدين الأعزاء مع انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط الزمول. ويا فهد بن سالم كيف الأمور في صدارة الشوط؟ الله يا سلام يا سلام يا سلام الأمور. هناك أبو سالم أيضا مكيف مع كيف على صدارة الشوط، ولا خطورة حتى هذه اللحظات، ولا خطورة وما يبغي لهم، كيف على الصدارة في هذه الأجواء الممتازة والباردة والجميلة. ينطلق مشاهدينا مع الاثنين كيلومتر ويقادرها، بينما المصير في هذه اللحظات يقتحم الاثنين كيلومترات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني يقود المنطلقين. المصير من الخلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وما زالت الأمور مستقرة حتى هذه اللحظات يا بن مسعود. ننتقل إلى المركز الثالث، الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني الذهبي في التضمير. الله، وصول ضرغام، وصول ضرغام وضرغام وأسماء قوية لها حضور في هذا الشوط. أسماء صالت وجالت، اللي في رصيده سيارة، واللي في رصيده رمز، واللي في رصيده أيضا فوز وناموس. ولم تصل هذه الزمول إلى هذا المستوى وهذا السن إلا لإنجازاتها السابقة وحضورها وتاريخها الحافل، بل إنجازات عموما. السعدي يا بعدي يتقدم، السعدي يتقدم مشاهدينا، أو القحيدي أو ظبيان، يتسلل ظبيان لسعادة الشيخ القعقاع التضمير مع محمد بن خالد العطية. الوعب على المركز الثالث 1200 متر، وما زال كيف، ما زال كيف كيف على صدارة الشوط الأول أقوى أشواط الزمول. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني ظبيان، ظبيان 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة، والمشاغب يشاغب في هذه اللحظات. انطلق المشاغب، انطلق المشاغب مع ظبيان ليرفع راية التهديد، ولكن كيف، ولكن كيف 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 لا يتنازلون هل الريان عن صدارة الشوط. والشعار براق، شعار غني عن التعريف، شعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني المضمر، المضمر فهد بن سالم بن مسعود. يا سلام، 700 متر تفصل كيف عن ناموس الشوط وعن المركز الأول. ما زال أول الأشواط، أقوى الأشواط، أهم الأشواط بصدارة مع كيف، مع كيف. ولكن ظبيان قادم،
ظبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير مع محمد بن خالد العطية، ولكن كيف، ولكن كيف، هل يواصل كيف حتى هذه اللحظات أم يكون لظبيان كلام آخر القادم؟ ولكن كيف بالشعار براق، بالشعار هل الريان، بشعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني يسيطر على هذا الشوط ويسيطر على أشواط الثنايا والزمول الرئيسية حتى هذه اللحظات. الأمور مضبوطة، زينة زينة الأمور حتى هذه اللحظات. تهانينا تهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن بهدال الثاني على الفوز بالشوط الأول الرئيسي. وسلام الريان، سلام سلام الريان، تحية واحترام لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني وللمضمر فهد بن سالم بن مسعود. باسم الجمهور أتقدم بكل الشكر لمضمر كيف فهد بن سالم بن مسعود. لحظات الوصول، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان، والتهاني لأهل الريان في هذا الشوط. المركز الثاني ظبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. السعدي على المركز الثالث أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود البصير. أتى في المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا والناموس لمالك كيف سعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني. التهاني موصولة للمضمر فهد بن سالم بن مسعود. 9:51 ستة أجزاء من الثانية، هذا هو التوقيت. كيف تهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني، والتهاني في هذا الشوط إلى أهل الريان. تهانينا لأهل الريان ولعزبة سعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني. المركزين، المركز الثاني كان مع ظبيان 9:57 جزء واحد من الثانية، وثالث المراكز كان مع السعدي 9:57 أيضا جزء واحد من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني للمضمر.